السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخوتي أخواتي، مرحبا بكم في قناة المفكر المغربي. كما عرفتوا دائما كنديروا شي بعض القصص ديال الجرائم. كنت كندير قصص جرائم مغربية لحلها الدرك الملكي، ولكن اليوم عندي واحد قصة أخرى مغايرة تماما داكشي اللي كنت كندير. ولكن قبل هادشي لا بد نذكر انه راه كاينين بعض الامراض النفسية اللي منتشرة بزاف وسطنا، وبزاف منا راه يا اما فيه هاد المرض او داز منه. والمرض النفسي بكل انواعه راه ماشي عيب وماشي عار ان الانسان يزور طبيب نفسي ويتبع التريتمون ديالو والى ذلك. واللي عنده شي مريض نفساني راه لا بدا يتبعو ويبقى يتبع معاه الطبيب ويدير الطبيب ويتبع عليه الدواء ديالو، وما يخليش انه ما يبقاش ياكل الدواء ديالو، لا بدا يسالي التريتمون اللي عطاه الطبيب حتى يداوى باذن الله تعالى. لان قلت هذا الشيء اليوم علاش؟ لأن عنده العلاقة بهذه الجريمة اللي وقعت. الجريمة أنا غادي نسميها كبد من فولاذ قتل أطفاله الصغار. الشخصيات اللي عندنا اليوم في هذه القصة هو المجرم الاسم حسن، سن 33 سنة، أجير ومتزوج. الضحايا عندنا سناء، زوجة أم لأربعة أبناء بدون عمل، سن 35 سنة. عندنا فاطمة تلميذة العمر 10 سنوات. عندنا نورة تلميذة 7 سنوات. عندنا أحمد طفل صغير 4 سنوات. عندنا علي رضيع 9 أشهر. المكان مدينة مو ضواحي باريس بفرنسا. الزمان تجنبر 2023. الواقعة قيام حسن بقتل زوجتي سناء وطفلتي فاطمة ونورا وطفليه أحمد وعلي. أشنو وقع في هذه القضية؟ بعد ما الجيران ديال حسن وفاطمة أو حسن وسناء الله يرحمها اتصلوا بالبوليس ديال فرنسا تما ديال هذيك المدينة اللي قلنا بأن راه وقعت شي حاجة في هذيك الدار. جاو البوليس تصدموا، لقاو 5 ديال الجثث. 3 تقتلوا بالموس، طعنات متعددة ديال الموس، وجوج تقتلوا بالخنق عن طريق الغرق. شنو وقع؟ حسن كان مريض نفساني، كان مسكين كيتعالج. انا كنقول مسكين في هذه الحالة بين قوسين، حيث المرض النفساني راه فعلا راه تيدي لشي امور اللي هي لا تحمد عقباها. منذ 2019 قلنا كيعاني من هذا المرض النفساني، وكان كياكل تريتمون، ولكن هذا التريتمون ما تبعهاش بشكل صحيح. واشنو دار؟ في واحد الليله خلى الزوجه ديالو حتى نعسات، وبدا طيط عنها بالموس حتى قتلها. من بعد داز لبنته فاطمة
وحتى هي بنفس الشكل اللي قتل بها امها، نفس الشكل باش قتلها. وداز النورة حتى هي قتلها بالموس. من بعد هز احمد وغرقوه في الماء حتى تخنق الدري ومات. وحتى الرضيع علي ما سلمش من هاد القضيه ديال الاغراق، حتى هو خنقو وغرقو في الماء حتى خنقو وتقتل الدري. ملي وقفوا حسن وداز عند المدعي العام الفرنسي، صرح ليه بكل تلقائيه بانه هو اللي ارتكب هذاك الجرائم، وبانه هو اللي قتل الزوجة ديالو وبناته بجوج وولاده بجوج. والمبرر ديال داكشي هو انه قال اودي انا راه قتلتهم حيت جاني واحد الراس واحد الصوت في راسي قال لي راه خصك تقتلهم وخصك تاديهم وخصك تحيدهم من الارض. هادشي اللي كاين. وحسن راه باقي ما تحكمش لانه باقي متبوع بقضية التحقيق، لان قضية التحقيق بحالو بحال عندنا في المغرب لا بدا يدوز حسن عند قاضي التحقيق باش يشوف التحقيق شنو هو شنو اللي وقع وعلاش وكيفاش، لان التحقيق راه كيعمق البحث باش يعرف كل شيء على هذه الجريمة، عاد غادي تحل على المحكمة. كنتمنى ان القصة اللي اوردها المفكر المغربي تعجبكم، وكنتمنى المشاركة في القناة، وكنتمنى تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والناس اللي كتعرفوهم، ودعمونا بالجيم ودعمونا كذلك بالتعليقات. وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الى لقاء قريب ان شاء الله.